رح نروح ليا لأولى فقراتنا لليوم مع القانون، حيث يعود أصل نشأة القانون وقواعده إلى العصور القديمة التي عرفتها البشرية وعرفها الإنسان منذ نشأته الأولى. يعتبر التطور القانوني لمختلف القواعد والنظم القانونية ظاهرة مستمرة لازمة للمجتمعات البشرية قديما وحديثا، لأن القانون في النهاية نتاج للفكر الإنساني، وهذا الفكر لم يعرف الجمود بل هو دائم الحركة أو الحركية. للحديث عن نشأة القانون، تطور القانون، معنا المحكم التجاري الدولي الأستاذ فوزي الفندي. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم على الاستضافة الحلوة. أهلا وسهلا فيك السورية. أهلا وسهلا فيك. بالبداية أستاذ فوزي، خلينا نتعرف، أيمت نشأ القانون وكيف نشأ القانون وأيمت يمكن ظهر لأول مرة؟ بالحقيقة هي نشأة القانون كانت بمراحل قديمة كتير، تعود للعصور البدائية. كانت الحاجة لتنظيم أمور الجماعات البدائية مثل الأمور الحياتية اليومية والأمور المعاشية مثل الصيد، مثل التجارة. وتوسع الحضارات هي كان في حاجة قوية جدا لضبط أمور هاي الجماعات من خلال توجيه تعليمات مثل انه موعد الصيد، موعد التجاره، موعد مثلا مواعيد ثانيه بتخص التنظيم الموسمي لهي الجماعات. فنشأت هي الفكره عند بعض الفقهاء انه لازم نحن لحتى يتم تنظيم انه نحن لازم نحن ننظم امور حياتنا اليوميه. بقى كيف بدنا نتم ننظم امور حياتنا اليوميه؟ نعم. وما تضل عباسيه هيك. بقى بلشت الفكره الاولى لانه يجب انه يكون في هنيك نصوص قانونيه تنظم هالامور هيك. نعم. يعني استاذ فوزي، يمكن حضرتك عم تحكي عن بدايات نشأة القانون، يمكن نتاج النواة الأولى للقانون، ويمكن نحن بدون ضوابط أو بدون قوانين نحن ما فينا نعيش. أكيد. خلينا نحكي عن الآلية يلي بعد النشأة، آلية تطبيق القانون. تفضل. آلية تطبيق القانون هي من كيفية تنفيذه وكيف هو شكل التنفيذ تبع القانون. آلية تطبيق القانون كانت تختلف قديما أكيد عن العصر الحديث. نعم. كانت آلية التطبيق من زمان كانت تتم من خلال قضاة، كان يسند الحاكم أو أمر تطبيق القانون لهؤلاء القضاة أو الفقهاء أو عمال المعبد سابقا، كانوا هم ينظموا الأمور القانونية. طبعا آلية تطبيق القانون كانت من خلال مراقبة الدائمة للمجتمع. نعم. بحيث أي مخالفة كانوا يشوفوها كانوا يقمعوها بشكل مباشر. طبعا تختلف آلية القمع بين الشدة والرحمة حسب كل مجتمع وحسب أفكاره وحسب ميوله. نعم. القوانين ما ظلت ثابتة، تطورت عبر الأيام وعبر طبعاً. السنين أيضا ومع تطوير الحياة والحاجات اليومية أيضا طبعاً. خلينا نحكي عن تطور القانون، نحن عشو نتكي على أو نرتكز على تطور القانون؟ ممكن على الحياة اليومية ولا على التغييرات يلي عم تطرق علينا؟ تمام. تطور القانون كان شيء طبيعي نتيجة تطور الحضارة وازدياد رقعة الدول وازدياد عدد السكان، وصار في تفرعت الحياة، صار في عدة مناحي للحياة كانت صارت جديدة ما كانت مألوفة قبل. يعني مثل انه صار في مثلا قانون خاص للزواج، قانون مدني بسيط كان ببداية الأولى لضبط أمور الناس بهذاك الوقت. المدني يعني التعامل، هو هذا أصل القانون، تعامل الحياة اليومية بين البشر، بيع وشراء وأمور ثانية، يعني كل الحياة المدنية كان ينظمها. بقى بلش تطور أول بأول لحتى وصلنا للعصور طبعا الحالية. تدرج طبعا فترات طويلة من القدم، صار يجي فقهاء يعطي فكرة أنه لا نحن لازم نعمل هيك، يأخذوا فكرته انبنت صارت قانون. يجي فقيه آخر أو حاكم أو إمبراطور أو شيء يحط فكرة يتعارف الناس عليها أنه هي صح ويرتاحوا للتعامل إلها فهي صارت قانون.
يمكن حكيت أستاذ فوزي عن بدايات القانون اللي هو قانون المدني الذي يحكم علاقات المقايضة البيع الشراء وعدة أمور، يمكن مدارس عديدة للقانون كانت واختلفت يمكن حسب رأي الفقهاء. طبعاً. من بعد القانون المدني خلينا نتجه للقوانين الرادعة اللي هي تنظم حياة الإنسان، قانون العقوبات، نشأة قانون العقوبات والمدارس التي تعددت عليه مثل يعني كتير كان في قصص بقانون العقوبات ومداخل أكيد. عرفت الإجرام. طبعا هو قانون العقوبات كان من بصراحة تاريخه مرعب يعني كتير. خلينا نبلش في الملك حمورابي، كان عنده قانون عقوبات شديد، هو عادل بس كان شديد تطبيقه شديد، يعني كان يعتمد مثلا على مبدأ العين بالعين والسن بالسن، يعني كان يعتمد انه مثلا اذا شخص مثلا فقد عين واحد حتى لو بالغلط كان يرد عليه بنفس العقوبة يفقع له عينه. يعني العقوبة من اصل الفعل دائما عنده. تماما تمام. ولاحقا طبعا مع تطور القوانين حصل قانون جنائي، برزت كثير مدارس واشخاص حطوا قانون جنائي، بس طبعا اكيد هالقانون الجنائي مع تقدم الوقت والحضاره صار يخفف قيوده، ما كانت بالشكل شكل تطبيقه ما كان بالشده اللي كان عليها من قبل. مثلا ظهرت عده مدارس وفقهاء، مثل عندك المدرسه التقليديه، المدرسه الواقعيه، لومبروزو الايطالي اللي كمان عرف يلي كثير استفاد بموضوع الاجرام، حتى يعني صنف المجرمين لاقسام، مجرم بالميلاد، مجرم تمام ما شاء الله عنك صح، مجرم ميلاد، مجرم مجنون، مجرم بالصدفه، بقى كثير استفاض ولو انه طبعا خاطئه كل افكاره كانت. نعم. خلينا نحكي عن طريقة يمكن نشر القوانين بين المجتمعات، في كتير ناس يمكن ما عندها معرفة بالقوانين، عم نحكي عبر التاريخ. عبر التاريخ. عبر التاريخ تماما. اليوم نحن لما بنصدر أي قانون كدولة كيف فينا نحن ننشره بين العالم، كيف فينا يعني نفهمهم يا للعالم لحتى يطبقوا على أكمل. طبعا نحن أول شيء عم نحكي خلينا نقول على الواقع الحالي. أوكي. طبعا الحمد لله اكيد نحن مو مثل العصور البدائيه، اكيد دوره السوشيال ميديا واعلام اكيد. طبعا هلا في مؤسسات تشريعيه محترمه ومن ذو اختصاص عم تحط القوانين تمام، بس هيطلع القانون في مثل ما تفضلتي سوشيال ميديا، في عن طريق وزاره العدل بينشر، بتعمم الياته التنفيذيه بينشرح، يعني بيصير انه فعلا لا جهل بالقانون. سابقا كان يتم نشر القوانين من خلال حفره على الالواح مثل حمورابي او قانون دراكون، وكان يتعلق على باب المدن او باب المراكز الاسواق او المعابد، انه حتى انه ما يكون في جهل ابدا. تمام. يمكن ليا يعني اشارت لنقطه هي السوشيال ميديا والتطور اللي نحن عم نعيشه، هون نحن امام تطور للقانون ويمكن عم نشوف تعديلات كثيره على بعض القوانين من قانون الاحوال الشخصيه طبعاً. ايضا في مداخل في القانون المدني صار عليها تعديلات تماما تبعا حتى بالارث، يعني اذا بدنا نتجه للاحوال الشخصيه وناخذ منح الارث كمان صار فيه تعديل. نحكي عن تطور الحياه وكيف صار هذا التعديل. تمام. هلا حاليا نحن عم نحكي خلينا نقول على التاريخ يعني الحديث بشكل عام، تطور القوانين مثل الاحوال الشخصيه فعلا هو قانون كثير هام، والمدني طبعا بمس حياتنا اليوميه 100%. عم نيجي نحن بنشوف انه ليش تعدل، كان في فكره موجوده قبل انه هي صحيحه، مع تطور المجتمع وفعلا الحاجه لشيء جديد صرنا نشوفها غلط، هي ما كانت غلط بس تطور المجتمع 100%. لازم صار بدها تعليم عشان نواكب الحياه والمجتمعات الاخرى. نعم. خلينا نحكي عن اهميه القانون بين الناس وتطبيقه، ويمكن يلي ما بيطبقوا شو هي كيف بتتم العقوبات، كيف تمت نشاه العقوبات خلينا نحكي. تمام. طبعا القانون انه شيء مهم كثير، يعني اول شيء هو لمصلحه الجماعه. يعني غاية أي مجتمع أو أي دولة عند فرض القوانين هو إصلاح المجتمع، ما له انتقامي، ما له أي غاية تانية إلا مصلحة المجتمع أو الحيز الجغرافي اللي ساكنين فيه أو مجموعة ناس. طبعا بنشر قانون مثل ما تفضلتي حاليا السوشيال ميديا، يعني أي حدا فينا حتى ولد صغير صار إنه معه موبايل، عنده لابتوب، عنده هاي، وأي قانون بيطلع إذا بتلاحظي بينتشر
مثل نقول مثل النار والهشيم بينعرف بنفس اليوم. صح. ما في جهل ابدا بالقانون. بقى موضوع العقوبات عند المخالفين للاسف في كثير عالم انه فعلا ما عم تلتزم، ولو انه بتكون قوانين انه بسيطه جدا ما في التزام. بقى بتيجي السلطه التنفيذيه شيء طبيعي تقمع هالظاهره هاي ومشان تكفل احترام القوانين، ويصير ما يصير في تفرقه بين الناس، يعني انه ليش الشخص الفلاني مثلا انه عم يشتغل شغله حرمتها احد القوانين وليش انا ما فيني. بقى هون بتيجي القمع تبع الظاهره هاي، نتيجه هالقمع بيتولد شعور عند الناس انه فعلا ما في حدا فوق القانون، كله تحت القانون، وبيولد راحه نفسيه عند الناس وطمانينه. نعم. يعني ايضا استاذ فوزي خلينا نحكي عن التحكيم، نعرف العالم شو هو. حضرتك انت محكم دولي في القانون التجاري، اختصيت قانون تجاري في مجال التحكيم، نعرف التحكيم شوي ليتعرف عليه مشاهدينا. هو التحكيم التجاري على فكره كان نشا قبل القضاء، يعني كان التحكيم هو وليد الفطره تماما، يعني مثل انه اي بدايته طبعا مثل اي اثنين مختلفين لاي امر كان حكم بيناتهم بيجيبوا واحد انه مشهور او مشهود له بالنزاهه، انه تعال شوف في بيناتنا اسمع وانت حكم. هذا هو التحكيم. والتحكيم تعريفه انه هو اتفاق، هو اتفاق بين الاطراف على تعيين حكم او محكم نعم لا يحكم بيناتهم. والتحكيم التجاري طبعا برزت الحاجه له نتيجه الضغوط الكبيره صارت على القضاء صار في عليه كثير ضغط، يعني ضغط، وصار في تاخر بفصل الدعاوى مثل ما بيقولوا بالقانون انه التاخر في احقاق الحق هو نوع من انعدام الحق. صحيح. بقى التحكيم شال شيء كبير عن القضاء بالنسبه للامور التجاريه اللي فعلا هي من اكبر الامور اليوم، يعني لو بدنا نشغل فيها القضاء كان انه فعلا ما بيتفرغ لشيء ثاني الا يحل الامور التجاريه. نعم. استاذ فوزي خلينا اليوم نحكي عن التحكيم التجاري الدولي مثل ما ذكرت حضرتك، ولكن خلينا نحكي عن يمكن دمج البلاد دوليا. الاستطلاع عن بعض البنود بغير يمكن دول والعمل يمكن على دمجها على نكون قريبين منها. اوكي. القانون التجاري الدولي طبعا صار اهميه كبيره، حتى في غرفه تحكيم باريس، في غرفه تحكيم الاونسترال التابعه للامم المتحده، نظمت التحكيم عالميا. هلا مثلا بالنسبه للغرب او اوروبا بشكل عام بيميلوا للتحكيم اكثر من القضاء. يعني اول شيء حتى انه نحن نشوف اهميه التحكيم لازم الدوله تاخذ بعين الاعتبار او اي دوله انه موضوع التحكيم وشروطه. يعني مثلا انا تاجر فرنسي بدي اجي ابرم عقد بسوريا، انا بتطلع على قوانين السوريه للتحكيم انه هل انه هي بتتناسب معي كتاجر اجي استثمر في حال لو كان وقع خلاف بيني وبين احد الاطراف انه بينصفني او لا. بقى نتيجه هالشيء هذا بتشجع المستثمر وبيجي هو مرتاح وبيحط امواله وهو مبسوط. نيجي للموضوع الاشمل هو اللي سالتني عنه الاستاذ هون، الموضوع التجاري، التحكيم التجاري الدولي. نعم. طبعا في ربط بين كل الدول بالنسبه لموضوع التحكيم، يعني عقود التحكيم صار في لها صياغه خاصه ونماذج معينه مرتبطه كلها وهي نفسها بكل الدول. ايه نماذج معينه دوليه يعني نحكي طبعا. اوكي. ايه وبتطبقها الاونسترال تبع الامم المتحده. شوف الخلافات هي فيك تقولي انه الرقيبه على انه مراقبه التحكيم بشكل عام. اللي هي مثل شو خلينا نحكي؟ تمام، يعني مثل خلاف مثلا بين مثلا شركه سوريه الى افرع ببريطانيا او بفرنسا، خلاف بينها وبين الحكومه البريطانيه مثلا. انه نحن اتفقنا بعقد معين انه انا بحق لي مثلا جيب مواد كذا كذا كذا، اجى بعد ما سمحت لي الحكومه البريطانيه. بقى انا في عين محكم بيفصل بيني وبين الحكومه نفسها. بناء على التحكيم انا بطمئن انه محكم مستقل. يعني ما اسندته للقضاء الدوله نفسها اللي هي يعني شيء طبيعي انها بدها تنحاز لنفسها. ومن هون اجت قلت لك فكره التحكيم وانه هو ضمانه اكثر بالامور التجاريه منه من القضاء.
تمام استاذ فوزي، يعني نحن اذا بدنا نحكي عن التحكيم بدنا نعود للقانون القانون السوري خلينا نقول بعدين القانون السوري هو مستمد من القانون الفرنسي والمصري واللبناني. طبعا تماما. هلا هذا الموضوع قديش له علاقة بالتحكيم؟ يعني التحكيم أنت هلأ عم تحكي على أمم متحدة أو منظمات يمكن عالمية تحكم هاي القوانين بالتحكيم. تماما. نحن قانوننا مقتبس من هال نحن ثلاث دول هدول. شو العلاقة أو شو الرابط بيناتهم؟ هلأ القانون التحكيم أكيد غير القانون المدني نحن أخذينه من مصر. هون بدنا هذا منفصل خلينا نحكي غالبيته مصري نحن المدني تبعنا. هذا التحكيم لا التحكيم اخذينه نحن من عدة دول. هذا اللي ما بنعرفه بالنهاية توافق مع مفهوم المشرع السوري ورؤيته للطبيعة العادات والتقاليد عنا لازم يكون يتماهى معه ويكون انه فعلا قريب لواقع السوريين. نعم. صار يعني من خلال مشرعين سوريين بحث يعني بشكل تام. تماما. نعم. اليوم من خلال تطبيق القوانين الدولية خلينا نحكي في تطويرات فيها كل ايمت وايمت بتتم يعني اكيد ضمن يعني من بعد المشاكل او اي عقبات بتصير بتنفيذ اي بتنفيذ القانون باي مشكله. تمام. اكيد يمكن بيتم طرح بعض التعديلات لحتى تناسب الدول البقيه. خلينا نحكي مين بيطرح هي التعديلات وكيف بتتم وعلى اي اساس هي بتنبث. بالنسبه لموضوع القانون الدولي هو اكثر شيء متشعب كونه انه كل دوله بتتعنت بانه تطبيقه. مثلا كيف بيتم تطبيق قانون دولي؟ اول شيء هي اهم شغله. تطبيق قانون دولي مو ملزم على فكره. بيتم من خلال اتفاقات بين دول، يعني لازم يكون في اتفاقيه مشتركه مثلا بين عده دول لتطبيق ماده قانونيه من القانون الدولي. طبعا اكيد كل الدول هي بتقول لك انه نحن بنطبق القانون الدولي، مزبوط عليك طبعا، بس القانون الدولي هو كيف بيتم؟ نتيجه اجتماع مجلس الامم المتحده هو المسؤول. في كمان طبعا في قسم قانوني تابع للامم المتحده هو بيتولى صياغه القوانين، وهذا المجلس طبعا بيكون اعضائه من جميع دول العالم ولهم اعضاء، وسوريا عضو بالمجلس هذا. بتناقشوا لوضع قوانين، اخر شيء بيصوتوا اوكي نحن اقرينا القانون هذا على اساسه ممكن بيتعدل او انه بيضيفوا شيء جديد عليه. نعم. لاي مدى او لاي حد التحكيم هو ملزم؟ قراره يعني هل يقبل تحكيم الطعن ولا يقبل الطعن؟ لا يقبل الطعن. لا يقبل الطعن. قديش ملزم تجاه العلاقات، علاقات الاشخاص بين بعضها؟ ايضا بما انه حضرتك مختص بالتجاري الدولي بين الشركات والمؤسسات التجاريه وعلاقه المؤسسات التجاريه ايضا بالمؤسسات الحكوميه خلينا نحكي عنها. تمام. هلا هذا كثير سؤال حلو لانه كثير عالم انه بموضوع المؤسسات الحكوميه، يعني هلا بدي اجي على احكي اشرحه بشكل يعني سريع ان شاء الله ما اطول عليكم. بالنسبه لموضوع التحكيم انه ملزم ولا مو ملزم، طبعا هلا التحكيم اول شيء لازم افراغه بعقد، يعني انا وشخص ثاني بدنا نتفق، ممكن نتفق انه نتعاقد على مثلا شراء شيء معين. نعم. اوكي بنعمل عقد، بنحط بند بالعقد انه نحن اي خلاف ممكن ينشا بيناتنا نحن بدنا نروح للتحكيم مو للقضاء. هون صار ملزم. حتى القضاء ما عاد يقبل يطلع الدعوه تبعه، يعني يقول لك روح على التحكيم. بس هاي يطلع حكم التحكيم طبعا اكيد. كيف بيصير ملزم؟ محكمه الاستئناف يلي فيها موقع التحكيم او مركز التحكيم، محكمه الاستئناف بتصدق على قرار المحكمين بعد ما تشوفوا استوفى الشروط القانونيه. صار حكم قضائي قطعي. نعم. وفيما يتعلق بموضوع الشركات والافراد طبعا كان ملزم لجميع الشركات والافراد باستثناء المؤسسات الحكوميه. هي الشغله الوحيده اللي بيختلف فيها القانون السوري تبع التحكيم عن قوانين برا، انه خلى المنازعات بين الجهات الحكوميه والافراد او الشركات الاجنبيه او الشركات الخاصه هو من اختصاص القضاء السوري
بينظر فيها بهيئة قضاء إداري بس. نعم. لا يجوز التحكيم فيه أبدا. تمام. نحن وصلنا لختام لقائنا، بدنا نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، ويسعد صباحك. يسعد صباحكم، شكرا لكم. نتشكرك. أكيد مواضيع القانون هي مواضيع جدا هامة وجدا بتحتاج لوقت، ولكن يمكن اليوم قدرنا نحن ناخذ من حضرتك هيك كل ما هو مفيد لمشاهدينا. نورت صباحنا أستاذ فوزي. يسعد صباحكم، محاكم دولي التجاري. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم، شكرا لكم.